ماذا تريد واشنطن من وراء إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية؟ ما تأثير القرار الأمريكي على النشاط الخارجي للحرس الثوري؟ وهل له تداعيات على الساحة الإيرانية الداخلية؟ أي خيارات تملكها طهران في الرد على الخطوة الأمريكية؟ وما فرص اندلاع مواجهة عسكرية بين الدولتين؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان: هل يشعل الثوري الإيراني مواجهة عسكرية مع أمريكا؟